مساء الورد عليكم. الكعك السويدي الشهير بطريقة مرة سهلة، راح استخدم الدقيق السوبر فاخر من شركة المطاحن الأولى، أضيف عليه السكر والخميرة والهيل وأعجن بالحليب، وآخر شيء أضيف الزبدة وأكمل عجن، أترك العجينة تخمر وبشوية دقيق أفردها وأضيف الزبدة والسكر والقرفة وأدهن العجينة كويس، كثروا قرفة كمان، وأطويها بالجزء الثاني وأقصصها شرايط بالشكل هذا، أبرمها وألفها على الأصابع بالشكل هذا. اللفة مرة سهلة، تقريبا تكون شبه عشوائية كذا. الكمية جاهزة معانا، واتركها تخمر. بعد ما خمرت ادهنها بحليب أو بيض مخفوق ورشة سمسم على الفرن أو رشة سكر. طلعت معانا قطنة ما شاء الله، وريحة البيت من الهيل والقرفة شي خيالي، متأكدة كلكم راح تعجبكم حقيقي، طعمها ما يمزح. وبالعافية.